can do. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده معايا معاكم كابتن محمد زغلول. ازيكم عاملين ايه؟ باذن الله هبدا اعمل لكم سلسله نظام التغذيه. السلسله دي عباره عن شرح تفصيلي لازاي هنعمل نظام تغذيه لنفسنا، وباذن الله النهارده اول فيديو معانا في السلسله ديت وهو عن السعرات الحراريه. النهارده باذن الله هنعرف مع بعض ايه هي اسهل طرق نقدر نحسب بيها سعراتنا الحراريه. خليكم معايا وتابعوا الفيديو للاخر، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلوك كل جديد بنزله. يلا بينا عشان ما نتاخرش. تعالوا بينا نعرف اول حاجه ايه هي السعرات الحراريه. السعرات الحراريه هي وحده الطاقه الغذائيه، والسعرات الحراريه ديت هي مقدار الحراره اللازمه لرفع درجه حراره 1 كيلو جرام من الميه درجه مئويه واحده. طيب تعالوا بينا دلوقتي نعرف السعرات الحراريه ديت بنجيبها منين. السعرات الحراريه ديت يا شباب بنجيبها من الاكل والشرب اللي احنا بندخله لجسمنا طول اليوم. طيب ايه دلوقتي هو وجه الاستفاده من السعرات الحراريه اللي احنا بندخلها جسمنا ديت؟ جسمنا دلوقتي بيبدا يستخدم السعرات الحراريه ديت علشان يقوم بالوظائف الحيويه اللي بتخلي الانسان يقدر يعيش، زي التنفس وعمليه الهضم وعمليه الاخراج وهكذا، وبتساعدنا برضو في اللي احنا نمشي نقوم بعمل بدني نفكر نتكلم وهكذا. يعني السعرات الحرارية ديت هي بمثابة البنزين بتاع العربية، بس عايزين برضو نكون عارفين اللي جسمنا بيخزن السعرات الحرارية ديت في جسمنا على هيئة دهون. وطبعا كل نوع من الاكل اللي احنا بندخله خلال اليوم بتاعنا بيكون مختلف كل نوع عن التاني. يعني التفاحة فيها عدد معين من السعرات الحرارية، الموز فيه عدد معين من السعرات الحرارية، المكرونه في عدد معين من السعرات الحراريه، اللحمه في عدد معين من السعرات الحراريه، كل نوع يختلف عن النوع الثاني في عدد السعرات الحراريه اللي بيحتويها عليه. وكذلك بيختلف احتياج السعرات الحراريه من شخص للتاني، وده بسبب الطول والوزن والعمر ومقدار الشغل اللي الشخص ده بيقوم بيه خلال اليوم بتاعه. تعالوا بقى بينا دلوقتي نعرف ازاي نحسب سعراتنا الحراريه. السعرات الحراريه بتساوي معدل الحرق الاساسي في معدل النشاط اللي احنا بنعمله خلال اليوم. ومعدل الحرق الاساسي ده يا شباب هي مقدار الطاقه اللي جسمك بيستهلكها خلال اليوم عشان يقوم بالعمليات الحيويه الاساسيه. يعني كده كده جسمك بيحرق السعرات الحراريه ديت يوميا. تعالوا بقى بينا دلوقتي نعرف ازاي نحسب معدل الحرق الاساسي. اول طريقه عندنا نحسب بيها معدل الحرق الاساسي هي الانبادي. وميزه الانبادي يا شباب مش بس ان هو بيحسب لنا معدل الحرق الاساسي بتاعنا، لا هو بيحسب لنا كمان عدد السعرات الحراريه اللي احنا المفروض ندخلها جسمنا لو عايزين نزيد او عايزين نخس. واهم حاجه يا شباب لازم يكون الانبادي بتاعنا ده انبادي حديث مش قديم. هنلاقي الانبادي ده في مراكز التغذيه او في اي جيم من الجيمات الكبيره. وفي طبعا مجموعه من الشروط لازم نلتزم بيها قبل ما نعمل انبادي عشان يطلع لنا النتيجه بدقه. تاني طريقه نقدر نعرف بيها معدل الحرق الاساسي بتاعنا هي معادله ميفلن. والمعادله ديت بتكون عباره عن شويه معلومات بسيطه عننا زي الطول والوزن والسن، بنضربهم في شويه ارقام بتطلع لنا معدل الحرق الاساسي بتاعنا. هسيب لكم المعادله ديت تحت عشان تدلوا. تعالوا بقى بينا دلوقتي نعرف ازاي نحسب معدل النشاط بتاعنا. معدل النشاط بتاعنا متقسم لكذا فئه. اول فئه معانا شباب وهي شخص ما بيمارس اي نوع من انواع الرياضه وما بيعملش اي مجهود على مدار الاسبوع، الشخص ده معدل النشاط بتاعه 1.8. تاني فئه معانا وهي شخص بيتمرن من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع، والشخص ده بيكون معدل النشاط بتاعه 1.3. الفئة الثالثة معانا وهي شخص بيتمرن من 4 لـ5 مرات في الأسبوع وبيبقى معدل النشاط بتاعه 1.5. رابع فئة معانا وهي شخص بيتمرن من 6 لـ7 مرات في الأسبوع وده بيكون معدل النشاط بتاعه 1.7. خامس فئة معانا وهي شخص بيتمرن من 6 لـ7 مرات في الأسبوع وبيتمرن مرتين في اليوم وده بيكون معدل النشاط بتاعه 1.9.
تاني طريقة معانا نقدر نحسب بيها السعرات الحرارية، هنضرب وزننا في 24 في معدل النشاط بتاعنا، ومعدل النشاط بتاعنا لو ضعيف هنضرب في 1، لو معدل النشاط بتاعنا متوسط هنضرب في 1.5، لو معدل النشاط بتاعنا عالي هنضرب في 2. تعالوا بينا دلوقتي نعرف ازاي نحسب عدد السعرات اللي موجود في الاكل بتاعنا. اسهل طريقة شباب نحسب بيها عدد السعرات اللي موجود في الاكل بتاعنا هي اننا ننزل برنامج يحسب لنا هو بنفسه عدد السعرات الحرارية اللي موجودة في الاكل، لان يا شباب لو بدأنا نحسب السعرات اللي موجودة في الاكل بنفسنا او بايدينا فالموضوع مرهق جدا فوق ما تتخيلوا. في برنامج اسمه ماي فيتنس بال، يعتبر البرنامج ده اغلب الناس بتشتغل عليه. البرنامج ده تقدر تدخل فيه نوع الاكل بتاعك، تقدر تختار في البرنامج ده اذا كان الاكل بتاعك قبل الطبخ او بعد الطبخ، وتقدر كمان تختار اذا كان الاكل ده مسلوق او مشوي او حتى بزيت. البرنامج ده هيعرفك عدد الجرامات من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية اللي موجودة في الاكل بتاعك، مش بس كده وهيقولك كمان عدد السعرات الحرارية. وطبعا اي حاجة هتخطر على بالك هتلاقيها موجودة في قلب البرنامج بكل تفاصيلها، وده طبعا هيسهل عليك ان انت تكون حاسب كل حاجة بتدخلها في نظامك الغذائي بدقة. خلينا نكون عارفين برضو ان انت لو شخص عايز تزيد فانت لازم تدخل اكتر من احتياج جسمك للسعرات الحرارية من 500 ل 1000 سعر حراري. اما لو انت عايز تخس فانت لازم تنقص من احتياج جسمك من السعرات الحرارية من 500 ل 1000 سعر حراري. اما لو انت شخص عايز تحافظ على وزنك فانت بتدخل لجسمك احتياجه من السعرات الحرارية بس. وبكده يكون موضوعنا النهاردة خلص، ويا رب تكونوا استفدتوا. لو اي حد عنده اي تعليق سيبوا تحت في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في القناة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واهم حاجة لازم تعمل شير للفيديو عشان جارك يستفاد.